لو اخذنا هاي الماتريكس A عندي 1 2 3 4 بعدين عندنا 0 1 0 1 ناقص 1 0 بعدين 1 0 1 2 واخر شيء 1 1 0 2 اوكي هاي الماتريكس ايه بنفحصها لهاي 4x4 صعب نشتغل عليها نفحصها هون هلا اول شيء ممكن نتاكد نقول ديترمينانت ايه اذا هاي مباشره الماتريكس ايش سنجولر ديترم تبع 0 بس ما بنعرف هلا الرانك اكيد مش 4 ممكن يكون 3 او 2 اه فبنعمل الان رانك ثلاث معناها في بداخلها على الاقل 1 3x3 ماتريكس الديترمنت تبعها مش زيرو اوكي الكل فاهم هاي النقطة؟ طيب كيف بدنا نعرف هو ما بيعطينا اياها؟ لا هي ما بعطيك لا